نهاركم أسعد الأيام، شنحوا لكم البنات، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. رجعنا في روتين جديد باش نعدي مع بعضنا نهير رمضاني من أوله لأخره كيف ما هو وعلى طبيعته. حبيت نبدأ معكم في التحفة الفنية، الكيس هذه اللي جاني كادو صراحة روعة روعة روعة، شوفوا محلة هيك الزين بيرسوناليزي، معناتها مكتوب عليه اسمي، ياسر كادو فرحت بها على الأخر، اما ما قعدش لي فكولي وسيم تلما وعجبه، قال لي ماما هذايا اعطيهولي. قداش عجبتني الفازة متاعو وكل الديتاي اللي فيه والديزاين وكل الهلال اللي موجود في المغرفة يعمل الكيف. اذا كان بالحق تحبوا معناتها تتفر تاخذوا منه، تنحط لكم رابط صفحة الفيسبوك اللي بعثت لي الكادو هذايا، عندها ياسر 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 حاجات تحفونا بالحق. وكيف دخلت انا لقيتها تعمل في يعني ديزيفينمون، حتى الديكور متاع الانيفيرسير متاع التهور، تحضر لكم برشا حاجات حلوه ومضخمه، وتبيع هذوما زادة في الكيسين التحفونين هذايا. تنحط لكم المعلومات الكل في صندوق الوصف بالطبيعه. دونك نكملوا النهير متاعنا هذايا. اول حاجه بديتها حضرت فطور وسيم، او كهو دشن الكيس اغسلته وعملت له فيه بسيسه، يحب يفطر الصباح بسيسه كلا الحواور معناتها متاع حمص وقمح حاسيلو ضمن هذيك وتقوي صغيرتنا، الحمد لله يا ربي وسيم يحبها على الاخر. حاسيلو حطيت له اللي كتب وخليته يفطر بحذايا في الكوجينه، مونسني وانا كملت عملت قضيه الدار الكل اللي لازمني نعملها. دونك كيما تعرفوا اول حاجه نعملها لازم نحضر كل شيء من الصباح، معناتها شنية حاجات اللي انا لازمني نطيبها ولا نحضرها بالمسبق، نحضرها الصباح باش نلقى الوقت الكافي من بعد باش نقيل والا باش نرتاح شويه ولا باش نقرا اللي كتب من القران، يعني نلقى برشا 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 وقت فراغ. بالزهر اليوم معناتها الفطور كان شويه قعد من ليله البارح وشويه باش نعملوا جديد ونشوفوا بعضنا حاسيلو ام بعد في الفيديو. فلكن نحب ننصحكم بالحق، راهي محلاها كي تحضروا الصباح، كي تقوموا الصباح تبداو ناشطين، حاولوا هكا كان عندكم ليموناده باش تحضروها حضروها اجبدوها من الصباح. اذا كان باش تعملوا حاجه حلوه تسهروا عليها في الليل زيدة هذيك كيف كيف تحضروها من الصباح باش ما تتغسروش من بعد العشية وقت تحضروا في شقان الفطر. انا هكيك شنية نعمل الحقيقة ونلقى برشا وقت فراغ ونطيب في عقلي وما يخسرنيش الوقت جملة. دونك بظهر معون السحور الكل وشوية قعد من معون سهريت البارح، معناتها خليته بالعاني ما غسلتوش، هكيك باش نلقى ما نعمل الصباح، خاطر قاعدة في الدار والدنيا الكل بريسك معناتها على حطة ايدي كما يقولوا ونظيفة، ما عنديش برشا برشا حاجات نعملها. دونك اول حاجه عملت الكوجينه الكل نظفتها ركحتها، خاطر انا كي نحب ندخل للكوجينه نطيب ولا نعمل حاجه باش هكاك نبدا نتفنن وشيخه وعامله جو لازم الدنيا الكل تبدا نظيفه. هذيك علاش كملت حكيت هكا زاد اللافابو نشفته ولهنا عملت ضربه خفيفه بالفورس اكسبريس، ما كثرتش على خاطر الغاز نظيف، جوست هكا حكه بسيطه يعني يدوب هكا حكة صغيرة، وما عنديش لهنا جوانتي لقيتها موفاولي، اذاك علاش اضطريت نمسح الغاز هكيك، اما ما حاولتش اني نقرب برشا للبرودوي. ابوبو البرودوي برشا منكم سألتوني عليه منين نشري فيه، دونك اللي يسكنوا في صفاقس، الحقيقة البلد الاخرى ما نعرفش من موجود، اما اللي يسكنوا في صفاقس راهو موجود برشا في سوق ليبيا، سينو لي سوبرات ولا لي غران سيرفاس اكيد تلقاوه موجود باذن الله. وفي الاخر نعمل ضربة صغيرة للبلان دو ترافاي ونرجع اللي لازم يرجع كل، وبعد باش نمشيو ونشوفو شنو هي باش نحضروا مع بعضنا. الزهرة اليوم أصبح نهير بارد على الأخر وديجا قاعدة المطر تصب البرة ما شاء الله، فشعلتك الأضواء اللي تعطيني إحساس بالدفاء هذيك لازم منها، بشكيكة نعمل شوية أمبيونس تحليلي القاعدة في الكوجينة. مشيت شفت شنو المينيو متاع نهار الرابع فكملت خرجت هذا الكل عملته العشرة متاع الصباح، راهو نخرج اللحم نديكونجي ليه معناتها نخليه في اللافابو، من هنا لبعد العصر نلقاه صايي معناتها ذيب منه الثلج وجاهز باش نمشيو نطيبو بيه، يقعد على جنب هكا جوست نحط عليه شويه ماء ونكمل نغطيه، ومن بعد باش نمشي
شتيت باش نعمل شويه دقله فارسي، عندي شويه بات بيستاش قادت لي من هيك الحلو اللي حضرته معكم في فيديو تحضيرات رمضان. دونك جبت البات من الفريجيدير باش تسخن هكا شويه، وغسلت كعيبات دقله باش نمشيو نفرسيهم. لهنا راني ما نعملش كميه كبيره، ديما نقعد هكا نعمل شويه شويه، مره نحب نعملها بالشاميه والزبده، مره نحب نعملها بالزبده وقلبلوز، مره نعملها هكا فارسي، يعني كل مره نعمل شويه تنويع زاد للدقله. فغسلت الدقله نتاعي، خرجت البات بيستاش اللي قلت لكم عليها، الحاصل كملت حضرتك عيبات الدقله الكل فرسيتهم، وكملت زينتهم زيدا بالفيكيا، كل كعيبه دقله مزينه بطريقه باش هكيكا تحلى في العين وتشهي اكثر. حتى ميم وسيم ولدي هو يحب الدقله، لكن نحسه ما يميلش برشا للفيكيا، كيف يشوفها هكا هكا يقول لك خليني نجرب، معناتها نحبوهم باش ياكلوا كل شيء وما يعيفوا حتى شيء. حطيت هيك التليفون مقابلني ماهوش ظاهر لهنا في الفيديو، نتفرج على حويجه نتونس بها حتى لوين نكمل نفرسي الدقله هذه الكل، نكمل نلم الحساء نتاعهم نلفهم نخليهم على جنب ونتعداو للليتاب اللي بعد. كملت كعيبات الدقله وتوا جا وقت الليمونظه. لهنايك الليمونظه اللي حضرناها مع بعضنا في تحضيرات رمضان، جبت ساشي قبل بليله باش ندي كونجيليه يسوخ من هيك الثلج الكل، وحطيته لهنا في البول، زدت شويه ماء، عملته ضربه بالميكسر باش يتحل الكل هكا ويزيد يسيب القوه نتاعو، كملت صفيته بطبيعه لازم يتصفى، نخرج منه هيك اللي بيلبوك القشره الزايده الكل، نخرج جوست سيتروناد يبدا صافي، باش نزيد عليه السكر ونخفو بالماء ونكمل نحطو زادة في الليكراف. السكر لهنا زدت بعيني، معناتها ما نعرفش عليه حلو ولا ماوش ولا ناقص ولا زايد، حاسيلو عملت شويه برك من بعد في الشقانه الفتره كي باش نذوقو، اذا كان ناقص نزيدو شويه. خففتو بالماء وزدتو السكر كيما شفتو، خلطتو وعبيتو في الليكراف وخليته على جنب. وتوا وقيت باش نعملو حاجه حلوه ياسر ياسر بنينه، عملتها للسهريه ولا للسحور، اتقنع ما شاء الله بالحق، يعني كلها بروتيين معناتها بالفاكيا. باش نعملو بعضنا خبزة فيكيا بنينة اتعشق بالبوفريوة والنوازات. عندي لهنا شوية فيكيا قعدت لي من هيك الحلو اللي حضرناه تحضيرات رمضان، فمشيت كملت ريحتهم وباش نعمل بهم الكيكة هذية. عندي هوني 5 بيضات باش نحطهم في البول، البيضات متاعي لازم يكونوا بحرارة الغرفة، عندي 80 جرام كاكاو سكر، وعندي ساشي سكر فانيليا باش نحطهم المكونات الثلاثة هذوما الكل، نضربوهم بالباتور مليح مليح حتى لوين هيك العظم والسكر يعني يتركضوا ويولي الخليط متضاعف الحجم نتاعو ولونه فتاح برشا. وقتها باش نزيدوا المكونات الجافة الكل، تو تلقاو المقادير مكتوبين الكل في صندوق الوصف. عندي 200 غرام بوفريوة يعني نوازات محمرة مرحية بودرة، عندي هوني 200 غرام جوز مرحي بودرة باش نكملو نحطوه، وعندي 200 غرام فارينة يعني 100 100 100 المكونات الجافة الكل، نخلطهم المكونات هذم الكل مع بعضهم من فوق اللوطة بالسياسة. بالنسبة للخبزة الفيكيا راهي نورمال مو تجي فيها خميرة الجاتو أو البيكينج باودر مغرفة صغيرة، لكن أنا حطيت باكو على خاطر نحبها تكون مهوية من داخل، لكن انتوما إذا كانت تحبوها هيك اللي تبدأ لاصقة كيما الليبانيز معناتها أعملوا مغرفة صغيرة أكهو. أنا هوني كيما شفتوا باكو كامل، زدت الخميرة وخلط المكونات الكل. عندي هوني 200 غرام زبدة ذوبتها، حطيتها لهنا في كيس 100 غرام، تزنوها قبل من بعد تذوبوها وتزيدوها لهنا في اخر مرحله وتكملوا تزيدوا تخلطوا من فوق اللوطه، توسعوا بالكم حتى لوين هيك الخليط نتاعي، تخيلوا ريحه الجوز والبوفريوه مع الزبده بن بن بن، وهي نيه تقول كي ناكلها خلي عاد طيب نستنى فيها وقتاش طيب. الحاصل كملت خلطت الزبده وحطيتها هكا في الطبق، طبق لهنا دهنته بشويه زيت، غلفت الكل بالبابي ايكويسون وصب الخليط نتاعي في وسط الطبق لهنا، راهي يعني سهله على الاخر الخبزه هذه بالله. اذا كان عندكم حتى 50 غرام فيكيا اكهو يعني جربوها بالحق، راهي بنينه بنينه بنينه. الفرن نتاعي سخنته على درجه 160 درجه
وسط النار الفوق اللوطة من غير فونتيلاتور باش نخليو الخبزة نتاعنا تطيب في عقلها. وين في الوقت هذاك اون برينسيب كملت التحضيرات الكل الصباح باش ندخل في الوقت الفراغ. اول حاجه مشيت عملتها شعلت الشموع، حليت الفوانيس، حليت هيك الليت زيد كيف كيف، عملت بخيره صغيره في الدار وباش نمشي نقرا ما تيسر من القران الكريم. وتوا جاي الوقت اللي باش ندخلوا فيه للكوجينه لتنشيت نعمل صمصه مالحه. دونك هبطت لكم في فيديو وحدها دونك في الفيديو اللي فات، للي مازال ما جربهاش بالحق جربوها، راهي ياسر بنينه. شخنا عليها العائله كامله ما شاء الله، جات بنينه اتعشق. دونك الكيكه نتاعي تفيت عليها من قبل، جست خرجتها ودخلت الصمصه نتاعي قاعده تطيب لهنا كيما شفتوا عندي هوني هيك والله نسيت اسمه هذايا، المهم ولا تنقبوها حتى بعود كيردون ولا بسكينة. دونك ننقبو الكيكة امتعنا الكل باش نحيوها ساعة مطبق ونحطوها في الطبق التقديم. معناتها حضرت الشحور، بالنسبة للشحور راهي تتسقى بشحور خفيف، عملت كيس سكر عليهم كيس ماء عليهم مغرفة صغيرة عصير ليمون، خلطوهم الكل في البارد خطر ديما نصوروا رسالة الشحور ما صورتوش، فسهل على الاخر كيس ماء كيما قلت لكم كيس سكر مغرفة صغيرة عصير ليمون، نحطهم الكل في البارد نخلطهم مليح مليح حتى هيك السكر يذوب في الماء. من بعد نمشي نحطوه على الغاز سلة سلة حتى الوين يعقد. دونك نسقيو بها الكيكه نتاعنا الكل بعد ما نقبناها، وبعد باش نمشيو نزينوها. بالنسبه للزينه ما وريتش ديريكت، وريتها لكم وهي في طبقها النهائي مزينه حاضره، الريحه تفحفح ما شاء الله. عملت لها ديكور خفيف حبيتها كان ناخذ لها تصويرات باش نهبطهم على الانستغرام، وهذه هي طريقه التزيين نتاعي نتاع الكيكه كيكه الفيكيا اللي عملناها للسهريه والسحور، راهي بنا 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 وهي هكا ما شاء الله، خاصة يبدأ صايم حاسة الشم نتاعو تقوى ما شاء الله تضرب في الراس تلمو بنينة. لأن حبيت نقص معاكم ترونش قبل ما تظلم الدنيا، هذه هي من داخل كيفاش مشخشخة بالعسل من داخل وكلها فيكيا، نودكم ومنشهيكم ياسر بنينة. دونك رجعتك المرسو على جنب كمل زينتها وباش نمشي نحطها في السهرية من بعد نشوفوها إن شاء الله في الطويلة. حضرت الطاوله لهنا زينتها هكا بحويجه بسيطه حسيلو، المهم فما هيك الورد وهيك التمرج وفانوس، فانوس رمضان اللي بالحق اللي حسسنا باجواء رمضان المزيانه. دونك لذين اذن حضرنا طيولتنا شقينا الفتر ونتعداو ديريكت لهيك القهوه البنينه بالزهر ما شاء الله وقت السهريه. حطيت جبت هيك السيرفيس اللي خديته وريته لكم في المشتريات، وحضرت هيك القهوه اللي تفحفح قهوة عربي نودكم ومنشهيكم بماء الزهر. لأن خذينا هيك اللي باتا شو اللي محشين بالكريم باتيسير من عند الكريمري، موجود يتبيع برشا في رمضان، والله يجي على بالي اشتيته، خديته شوية باش نعدي به قهوة السهرية. وهذايا باش نحضروا زادة طويولتنا، وهذه هي كانت الأجواء متاع رمضان أو روتينا اللي كل نهار يتكرر بصفة يومية. إن شاء الله يكون أعجبكم، عديتوا معايا وقيت هكا مزيان، تفرهدتوا في الفيديو هذا، تنشطوا تحفزتوا تعلمتوا حويجة جديدة. ما تنسوش تعطيوني رايكم وتحطوا لي هيك اللايكات اللي تفرحني برشا. نخليكم توا في امان الله ونطلقوا اكيد في فيديوهات اخرى. نبوسكم برشا، باي باي وبسلامه.